مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يصلي من أجل مصابي فيروس كورونا. بمناسبة يوم المرأة العالمي، جلالة الملك عبد الله الثاني يحيي النشميات الأردنيات في كل موقع يخدمنا فيه. قداس أحد الأرثوذكسية في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية. وفيها أيضاً كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام تحتفل بخدمة أربعاء الرماد. أهلاً بكم. أكد قداسة البابا فرانسيس أنه يصلي من أجل الأشخاص المتألمين بسبب وباء فيروس كورونا وجميع من يعتنون بهم، وتابع في ختام كلمته عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي من مكتبة الكرسي الرسولي أنه يتحد مع الأساقفة في تشجيع المؤمنين على عيش هذه اللحظة الصعبة بقوة الإيمان ويقين الرجاء وحماس المحبة. وختم قداسته قائلاً: فليساعدنا زمن الصوم على منح معنى إنجيلي للحظة التجربة هذه أيضاً. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار من كل عام. وكتب جلالته تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: في يوم المرأة العالمي أحيي النشميات في كل موقع يخدمنا فيه الأردن، حيث ما حققناه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهم، وكل عام ونساء الوطن بخير. كما هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله المرأة الأردنية في هذا اليوم، وقالت عبر حسابها على إنستغرام: كل عام ونساء بلدي بخير، وفي وجوههن الخير، ومن أيديهن الخير كله. ومن جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بهذه المناسبة: إن الأردن سيواصل العمل لحماية وتعزيز حقوق المرأة الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها. وبهذه المناسبة العالمية يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأطيب التهاني والتبريك للأخوات الأردنيات اللواتي يحملن قصص الإنجاز والعطاء والإبداع. بهذا اليوم، يوم المرأة العالمي، بوجه التحية والتهنئة لكل امرأة في الوطن، في هذا الوطن وفي العالم أيضاً. أنا فخورة جداً بكل نساء الأردن، النساء اللي عنوانها وعطائها المرأة الأردنية اللي هي الوطن، المرأة الأردنية اللي إحنا فخورين فيها بكل موقع تتبوأه، في كل موقع بتكون فيه، أثبتت حضورها بكل محافل الدنيا، أثبتت حضورها في كل موقع أخذته، إن كان في بيتها، إن كان في شغلها، في عملها، وتنوعت حتى المهام اللي قادتها المرأة، إن كان كمديرة، إن كانت كرئيسة، إن كانت كوزيرة، إن كان في مجلس النواب. ففخورة فيهم، في نسائنا في هذا الوطن، ونحن هون في الأردن يعني نسائنا محظوظات، بحيث إنه كل المجالات وبكل المحافل نحن دائما في دعم للمرأة بمكانها بحضورها. جلالة الملك دائما يثني ويركز على حضور ودور المرأة في المجتمع. جلالة الملكة رانيا العبدالله من خلال مشاريع اللي تدعو إلى تمكين المرأة دائما وتعليمها والتركيز عليها، الحكومة الرشيدة من خلال رئيس الوزراء اللي دائما ينادي ودائما يدعم ودائما أيضا يدافع عن حقوق المرأة، إن كان حقوقها في العمل، حقوقها الاقتصادية، حقوقها حتى الحقوق الاجتماعية في وطننا. نحن لا ننكر أن المرأة في هناك حقوق مهضومة لإلها، ونسعى دائما للتركيز عليها على أساس أنها تنالها. فهذه المواضيع نتركها لأصحاب الشأن، إنه لابد من التركيز عليها وأيضاً إعطاء المرأة كافة حقوقها كاملة. فبهذا اليوم نتمنى للمرأة كل الخير، نتمنى للمرأة الاستمرار في العطاء في محبتها،
من خلال مراكزها، من خلال القيادات التي تقودها، من خلال عملها. أتمنى لكل امرأة الخير ودوام الصحة والتقدم والعافية، وكل عام ونساء الوطن والعالم بألف خير. بمناسبة الأحد الأولي من الصوم الأربعين المبارك، ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة قداس أحد الأرثوذكسية، وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في منطقة الصوفية بعمان بحضور عدد كبير من المؤمنين. تلا القداس زياح الأيقونات داخل الكنيسة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ربي بمراحمي وبعجائبه لبني البشر، خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. في كل عام وخاصة بالأحد الأول من الصوم الأربعين نحيي تذكار نصر الأرثوذكسية المجيد الذي رفعت به الأيقونات المقدسة، حيث ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفورس بهذه المناسبة البهية خدمة قداس أحد الأرثوذكسية والمعروف أيضا بأحد رفع الأيقونات المقدسة، بمشاركة كل من قدس الإيكونوموس إبراهيم دبور وقدس الإيكونوموس باجس خوري وقدس الإيكونوموس بطرس جنحو والشماس صفرونيس حنا في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بحضور عدد كبير من المؤمنين وأهالي المنطقة المحتفلين بهذه المناسبة. يا جندي يا محامي يا وقدم لك شكرك منقضى من الشدة. وأشار صاحب السيادة في عظة القداس بأن كنيستنا المقدسة وضعت أحد الأرثوذكسية الأحد الأول من الصيام لكي نعلن إيماننا المستقيم الرأي، لنكون بعلاقة سليمة مع الله ومع الآخر، وأيضا تكريما للأيقونات، مؤكدا أنه بالإضافة للأيقونات التي تعلق بالكنيسة نحن أيضا أيقونات حية وصورة الله الحي فينا. اليوم الكنيسة كمان منعيش أحد الأرثوذكسية اللي هي أحد رفع الأيقونات المقدسة، ونحن اليوم بعد ما نخلص المناولة بدنا نعمل دورة في الكنيسة بالأيقونات المقدسة. رح نبلش من رواق الكنيسة ونمتد لكل زوايا الكنيسة اللي فيها، رح نحكي دستور الإيمان، نرفع الأيقونات المقدسة ونشكر ربنا على نعمة الأيقونة اللي أعطانا إياها في الكنيسة، مصدر للعجائب اللي منها عجائب بتصير دائما باستمرار. وبدي أطلب منكم إشي، ما تسمحوا لأي فكر يدخل لأفكاركم غريبة عن إيماننا، مثل يحكولكم ما تزوروا الإيقونات لأنه من خلالها رح يصير في مرض، أو يحكي لكم ما تجوش على الكنائس لأنه في الكنائس رح يصير مرض. انتبهوا، الشيطان أي ظرف بمر فيه العالم بيستغله حتى يمشي مخططه الشيطاني. انتوا كونوا حكماء، ونحن أباءكم الروحيين مننبهكم بكل محبة في قلبنا لإلكم ولخلاصكم. أوعكم تنجرفوا ولا هذا الكلام، أوعوا يخطر بذهنكم أي فكر بسيط إنه نحن منتناول من معلقة واحدة. أوعكم أبنائي، منحكي
يتناول عبد الله جسد ودم الرب والمخلص يسوع المسيح لمغفرة خطاياك، لحياتك الأبدية وشفاء النفس والجسد. 2000 سنة والكنيسة بتناول، وما عمره إنسان واحد طول مسارها ما انعدى. أوعكم تدخل هاي الأفكار في أي ذهن واحد منا. مرأة أوبئة أو أمراض كتير أخطر من الأمراض، من كورونا ومن كل إشي بنسمعه. نعم نحن رح نأخذ احتياطاتنا، الاحتياطات اللي بيحكونا إياها، النظافة الشخصية، الإيدين، عدم التقبيل، شو إيش بشوفوه هن بخدوه. ولكن نحن بدنا ننتبه ما يصير عنا ذعر وخوف، ما يأثر على إيماننا المسيحي وعلاقتنا مع الكنيسة وربنا وأسرار الكنيسة. وهم إشي نتطهر من وسخ الخطايا، توبة. إذا فرجينا توبة لربنا، ربنا رح يحمينا، ما في خوف. في البيت التائب، في المدرسة التائبة، في المؤسسة التائبة، في وين في توبة، المسيح حاضر بطهر وبشفي من كل المخاطر والأمراض والضيقات. آخر شيء فكرة، اليوم بأحد الإيكونات، كمان نحن في أحد الإيكونات منكرم إيكونة الله اللي في كل واحد فينا. عشان هيك اليوم الكنيسة بتنبهنا كيف تكون علاقتنا بالقريب ومن هو القريب بالنسبة إلنا. كل أخ إنسان هو القريب بالنسبة إلنا، علينا أن نحبه، نتعامل معه بمحبة وبرأفة. ننتبه على هذا الشيء، علاقتنا ببعضنا البعض تكون علاقة سليمة ومتينة، لأنه هاي هي إيكونة إلهنا المتجسد اللي هو تجسد من أجلنا، لبس صورتنا حتى يألهها يقدسها. فبالتالي كل واحد منا بيحمل صورة الله. أبنائي كل سنة وأنتم سالمين، نعمة ربنا تكون معكم. وفي نهاية القداس أقام صاحب السيادة مع الآباء الأجلاء بمرافقة المؤمنين زياح الأيقونات المعتاد داخل الكنيسة، الذي أدخل البهجة والسرور إلى قلب الأطفال، الذي يعتبر تأكيدا من المؤمنين على اعتزازهم بكنيستهم المقدسة وافتخارهم في تاريخها المشرف والحافل بالإنجازات. صلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي، عديدة ومباركة وبالقداسة. كل سنة وانتم سالمين أبنائي. بركة الإيكونة نعمة المسيح أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين والقديسات يرافقوا كل بيت من بيوتنا ويكونوا حاضرين فيه حتى يحموه بشفاعتهم لدى الرب الإله. كل سنة وانتم سالمين. في سياق آخر وفي ظل أجواء ابتهالية وخشوعية في هذا الزمن المقدس، ترأس صاحب السيادة المطران كريستوفوروس صلاة المديح الأول لسيدتنا والدة الإله بمشاركة قدس الإرشمندريت قسطنطين قرمش وقدس الأيكونوموس سالم مدانات في كاتدرائية البشارة العبدلي، بحضور عدد كبير من المؤمنين الطواقين لتمجيد أمنا البتول. وأكد سيادته في كلمة ألقاها في ختام الصلاة
على أن الكنيسة وضعت لنا هذا الابتهال لوالدتنا سيدة الإله تكريما لها على الدور الذي تقوم به في حياة كل مسيحي، وخاصة خلال فترة الصوم، بتقديمها لنا المعونة والشفاعة في جهادنا المقدس، والتأكيد كذلك على ضرورة قيام الوالدين بحث أبنائهم على الصوم والصلاة والجهاد الروحي، لأنه ليس لنا سبيل لمعاينة الله إلا بهذا الحال. وعلى أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مصير الإنسان ليس الأمراض السارية، بل هو الخطيئة وعدم الإيمان. وفي نهاية كلمته تمنى للجميع الصحة والسلامة والالتزام بروحانية الصوم المقدس. وهي دعوة من الكنيسة اليوم من خلال أمنا الفائقة القداسة بأول مديحة لإلها. صوموا، صوموا أولادكم، خلوا أولادنا من الصغر يتعلموا على الصيام، خليهم يحبوا الصيام. إذا أولادنا ما حبوا الصيام، بكرة مش رح نقدر نحكي لهم ماما أو بابا انتبه ما تعمل هذا الشيء، رح يكون ما عنده قوة إرادة، ما بيكون عنده مقدرة إنه يسيطر على شهواته وعلى رغباته. ولكن الصوم هو أفضل تمرين وتدريب لقوة الإرادة اللي فينا، حتى تقوى وحتى تقدر إنها تقاوم الشر وتحب الخير، والخير هو المسيح وصاياه، تعاليمه، حياته. الصوم بيغطسنا ببحر الحب، حب المسيح، عشق المسيح، وهيك منقدر إنه نطلع من أنانيتنا، من حبنا لذاتنا. نحن كتير أنانيين، ومن حب القنية من حب نجمع أشياء لإلنا. الصوم بقوي هاي الإرادة اللي فينا حتى نضبط شهواتنا، ويكون عنا روح رئاسي، يعني نحن اللي نقودها مش هي اللي تقودنا. احتفلت كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام بالعاصمة عمان بخدمة أربعاء الرماد، وذلك في قداس إلهي ترأسه قدس الأب أشرف النمري، وبمعاونة الشماس يوسف فتال، وبحضور عدد كبير من المؤمنين. إلى المزيد. على أصوات ترانيم التوبة والندامة جادت جوقة كنيسة شهداء الأردن للاتين في مرج الحمام بأنغام روحية لاستقبال موكب الاحتفال بأربعاء الرماد، حيث استهل كاهن الرعية الأب أشرف النمر القداس الإلهي بحث المؤمنين على الاستعداد للتوبة والندامة اللتين يحتاجهما المؤمن المسيحي للولوج إلى زمن الصوم المقدس. وقال قدسه: أيها الإخوة، نبدأ الزمن الأربعيني، زمن الصوم، زمن التوبة والعودة إلى الله تعالى. نبدأ هذه الذبيحة الإلهية بوضع الرماد على جباهنا كرمز للتوبة. في العهد القديم كان الذي يتوب يلقي على رأسه الرماد ويجلس على الرماد كتوبة له إلى الله تعالى. ما زالت الكنيسة تحتفظ في هذا الطقس كرمز للتوبة في بداية زمن الصوم، زمن الأربعيني. لهذا نعمل هلا، نصلي على الرماد ونضعه على جباهنا، وبعدها نواصل القداس الإلهي.
ومن ثم تقدم المؤمنون لنيل مسحة الرماد، وتابع الأب أشرف رتبة القداس الإلهي الذي أقيم يوم أربعاء الرماد، والتي تعلن انطلاق زمن الصوم الأربعين المقدس على ما شرح الأب النمري، مستفيضاً في عظته التي عبر خلالها عن ركائز هذا الزمن، والتي هي صوم وصلاة وصدقة، وقال: توبوا إلي بكل قلوبكم، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وتوبوا إلى الرب. نبدأ زمن الصيام، زمن الأربعيني، 40 يوماً من الصوم صلاة على مثال السيد المسيح 40 يوماً، وعلى مثال مسيرة الشعب العبراني 40 يوماً، ونحن نسير في هذا الزمن 40 يوماً لنلتقي مع المسيح القائم. هذا الزمن، زمن الصوم، الذي هو بالنسبة للكنيسة من أهم الأزمنة. هذا الزمن ليس زمن حرمان من الأكل، إنما النظرة السلبية إنه نحرم أنفسنا من الأكل وننسى الأمور الأخرى لهذا الزمن لروحانيته. هو زمن تسامن، أي ارتفاع عن الأمور الدنيوية. هو زمن سيطرة على الذات من خلال حرمان أنفسنا مما نحب. نحرم أنفسنا مش فقط من الأكل، ولكن من أمور كثيرة منحبها. في الزمان كان فقط الأكل بالنسبة للكنيسة تطلب الحرمان منه. اليوم نقدر نحرم أنفسنا من أمور الأكل وغير الأكل، الفيسبوك، تلفزيون، أنانيتنا، أمور أخرى دنيوية متعلقين فيها، الدخان، الأرجيلة. نقدر نحرم أنفسنا، زمن هو حرمان، ولكن ما بنحرم أنفسنا حتى نحرم أنفسنا، ولكن حتى نتسامى ونرتفع عن الأمور الدنيوية. هو زمن قداسة، ما ننظر له زمن حرمان، هو زمن قداسة نقترب فيه من الله أكثر فأكثر من خلال التوبة والعودة إلى الله. وخلال القداس الإلهي رفعت النوايا وقدمت القرابين لأجل كل المؤمنين، وختمت جوقة الرعية بصحبة راهبات مار يوسف القداس الإلهي بالترانيم المباركة. ترأس سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بتراء وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك قداساً احتفالياً لأطفال المناولة الأولى في رعية القديس يوحنا المعمدان للروم الكاثوليك في مدينة العقبة. واشترك في القداس كاهن الرعية الأب إبراهيم حجازين والشماس بول جوري وعدد من الراهبات الشويريات والشبيبة المشاركون بالتراتيل وجمع كبير من أبناء الرعية. خلت شوارع مدينة بيت لحم في فلسطين من المارة إثر اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، وبدت أسواق البلدة شبه خالية، فيما أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية. كما خلت فنادق بيت لحم من السائحين بعد أن كانت مشغولة بالكامل في وقت سابق. وقد نشرت السلطة الفلسطينية حواجز على جميع مداخل المدينة، وقيدت حركة الدخول والخروج منها. وفي مدينة رام الله بدأت حملات تعقيم لدور العبادة ضمن خطة إجرائية وقائية، وستليها حملة تعقيم في المدارس. وقد دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. زي ما الكل شايف ومتابع إن البلد عايشة لحظات حزن، الشوارع فاضية، فيش أي نشاط شغال، المدارس مسكرة، حتى الكنائس تسكرت والمساجد.
كله بسبب الهلع والخوف والفزع من هاي الحالة اللي صايبة كل العالم اللي هو جرثومة أو فيروس الكورونا. طبعا يعني قدام إشي لسه ما له علاج، الناس كلها إلها حق تخاف، ولكن يعني بدنا برضو في هاي اللحظات الصعبة يكون إيماننا في ربنا كبير وثقتنا في الله اللي هو الرب رعية واللي بيرعاني وبيقودني في كل الحياة. المفروض ما تقل هاي الثقة، ولكن بالعكس نغذيها بالصلاة وبالإيمان. بالنسبة لكنيسة المهد كيف تسكرت، طبعا كان قرار من وزارة السياحة وبالتشاور وبالتراضي كمان مع رؤساء الكنائس. بالنسبة لنا بطرك اللاتين المدبر الرسولي بير باتيستا وحتى رؤساءنا حرس الأراضي المقدسة، لأنه هاي الكنيسة مرق عليها كل الجروبات وأكيد منهم اللي كان عندهم هاي الإصابات، فهم حرصا على سلامة الجميع وعشان ما يكونش فيه العدوى تنتقل لأكثر من حدا في البلد، نوع من الوقاية صدرت هاي القرارات. طبعا يعني إشي بيحزن وما بنتمنى ولا مرة إن الكنيسة تتسكر في وجه حدا، لأنه المكان اللي فيه الناس وقت الضيق بيجتمعوا حتى يرفعوا صوتهم لله ويصرخوا لإله لحتى يمن بالشفاء وبنعم وبركاته على الجميع. ولكن احنا بدنا نطيع الرؤساء، نطيع الرؤساء الكنيسة، وبنحاول نشجع المؤمنين انه يخلوا بيتهم هو كنيسة عائلية، فيصلوا في البيت كتير خصوصا في هذا الزمن المقدس. قراءة الكتاب المقدس اللي هو المسيح نفسه الموجود في الكلمة هي بتغذي كل العائلات، وبيكون في بث مباشر من صلوات زي درب الصليب، من صلوات زي المذبحة الوردية، زي القداس، بتوفر حراسة الأراضي المقدسة من خلال المركز الإعلامي المسيحي اللي بيبث من كنيسة البشارة في الناصرة كل هاي الفعاليات. الأمر مزعج لينا كرهبان ورهبات وكمان للشعب، إن الناس محتاجة تصلي، ومنقول ان ده كمان الخوف اللي هو مزروع جواهم اكتر من المرض، هو مرض الخوف. فالناس زي ما نقول ان حلو ان نفتح الكنيسة تاني، وكنيسة المهد بالذات، ان احنا كل ما بنقرب من الكنيسة ومن المكان ونصلي ده بيساعد ان احنا نشفى، وكمان نساعد التانيين يشفوا من المرض. فمنقول احنا نتمنى ان الوقت ده ما يكونش طويل، وإن احنا نرجع تاني لحياتنا الطبيعية، والناس ترجع كمان لحياتها الطبيعية. إن الكنيسة منقول هي أساس الحياة المسيحية، فمنقول إن الطفل يسوع مستنينا إن احنا مش بس إن احنا نصلي بيوتنا كنيسة صغيرة، ولكن أكتر إن احنا نكون جماعة المسيحيين ونكون قريبين من كنيسة المهد، وده مكان كل العالم بيجي يصلي فيه، فاحنا كمان نكون النواة اللي احنا نصلي للعالم من المكان ده، من شعب بيت لحم. على صعيد آخر، نظمت كنيسة ورعية الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم مسيرة توبة تخللتها رياضة روحية، حيث جالت المسيرة شوارع القدس القديمة بمشاركة عدد كبير من أبناء الرعية. تفاصيل أوفى حول هذه المسيرة في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. مراحل درب الصليب في شوارع القدس القديمة ابتدأت من أول يوم جمعة من الزمن الأربعيني وتنتهي بالجمعة العظيمة. فقد نظمت كنيسة ورعية الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم رياضة درب الصليب بمشاركة الأب جورج حشان والأب عيسى أبو سعدة والشماس فادي أبو سعدة، وبحضور عدد كبير من الرعية. فابتدأت المسيرة التي تحمل اسم مسيرة التوبة من المرحلة الأولى من المكان الذي حكم فيه السيد المسيح في البلدة القديمة، وانتهاء بمكان الصلب في تلة الجلجثة. اشتملت رياضة درب الصليب على لحظات تأمل، سجود، صلاة، تراتيل، حاملين الصليب المقدس مرورا بكل مرحلة من المراحل في أزقة البلدة القديمة بالقدس. وهذا الزمن الأربعيني يتيح الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم ليستذكروا مسيرة وخطوات السيد المسيح التي سار عليها حاملا صليبه المقدس، وهي شهادة
ستبقى حية في هذه الأزقة. تشكل المراحل 14 أكثر اللحظات دلالة خلال عذبات المسيح وموته. من هنا ومن كنيسة القيامة حيث القبر المقدس تفوح رائحة البخور حيثما اتجهت، فالقدس هي البقعة التاريخية المقدسة في العالم التي تشهد على عذبات وألام وموت وقيامة السيد المسيح من بين الأموات. عند الآلام والموت أنكرني بطرس وأسلمني يهوذا. أين أنت يا يوحنا؟ أين أنتم يا جميع أحبائي؟ أعطني يا رب أن أكتسي منك، متذكر القول البس الرب يسوع. اليوم قمنا برياضة ضرب الصليب مع رعيتنا الأم البتول في مدينة بيت لحم، مع رعية القدس كنيسة سيدة البشارة، ونشكر الله أنه هذه الرياضة الروحية كانت كتير موفقة. قمنا بداية بالانطلاق من كنيسة سيدة البشارة بالقدس، وتوجهنا إلى المراحل الأولى والثانية والثالثة. خلال هذه المراحل كنا منصلي، وهذه الصلوات كانت موجهة من أجل إحلال السلام في العالم، من أجل تحقيق الأماني، ومن أجل كل الأشخاص اللي رافقونا بهذه الرياضة، حتى ربنا يوافقهم ويبارك عائلاتهم ويحل السلام في العالم. إحنا هلأ أمام قبر المسيح في كنيسة القيامة، وفي المرحلة 14 آخر مرحلة كنا فيها. بشكر كل اللي كانوا موجودين معنا، خاصة التلمير اللي رفقنا بضرب هالصليب هذا. وإحنا هلأ في تهيؤ للمسيح لنستقبل قيامته، وإحنا هلأ في صيام مبارك الأربعيني، فنتأمل أنه يكون في سلام عادل ولكل هالمنطقة هذه. في هذا اليوم المبارك مع بداية الصوم نتأمل آلام السيد المسيح الشهيد الأول على أرض فلسطين، ونستذكر معاناة شعبنا التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، ونصلي من هذا المكان المبارك لكي يعم السلام وأن تتحقق القيامة المجيدة بالانتصار على الموت، بأن يتحقق قيامة دولتنا الفلسطينية على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية في هذا المكان المقدس وفي هذه الأرض المقدسة. نحن عبيدك يا واحدة تالينا، نكتب لك آيات الغلبة يا قائدة قاهرة، ونقدم الشكر لك وقد أنقذنا من الشدائد، لكن بما أن لك العزة التي لا تحارب، أعتقنا من أصناف المخاطر لكي نصرخ إليك افرحي يا عروستنا، لا عروسنا. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة القيامة القدس. أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نتائج التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع هذه الفئة وحقوقهم في الأردن. وأعلن سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس في مؤتمر صحفي أن التقرير تضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين حقوقهم في مدارس دامجة وإيجاد فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص وتحسين أوضاعهم، مبيناً سموه أن التقرير اشتمل على التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، لافتاً إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير وضرورة وضع الخطط الملائمة لتنفيذها،
مع تعديل بعض التشريعات التي تكفل لهؤلاء الأشخاص المساواة وتكافؤ الفرص في حياتهم. اليوم كان لقاء مهما حول التقرير الأول والتجربة الأولى لتقرير رصد أوضاع أشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. تحدث سمو الأمير مرعد بن راعد رئيس المجلس الأعلى حول مجريات إعداد هذا التقرير، ابتداء من ما نص عليه القانون في المادة 9 بضرورة أن يكون هنالك تقرير رصدي يرصد حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التشريعات والسياسات والممارسات. بالتأكيد عرجنا على هذا الموضوع. أيضا تحدثنا بإطار منهجية إعداد التقرير وآلية إعداد التقرير وآلية الرصد والتعامل مع كافة الجهات في القطاعات المختلفة المتنوعة. التقرير اليوم يتحدث عن الحقوق الصحية والحقوق البيئية والحقوق التعليمية والحقوق التمكين الاقتصادي وحقوق التمكين السياسي والتدابير التيسيرية بكل التفاصيل، وأيضا آلية استقبال الشكاوى وتحليلها والرد عليها، وأيضا خلصنا إلى عديد من التوصيات التي من الواجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة، ابتداء من المؤسسات الحكومية هنالك واجب التطبيق وجودة التطبيق حتى يتسنى لنا في العام القادم تحليل واقع الإنجاز، لأنه هذا التقرير يبين التحديات والإنجازات على حد سواء. فبالتالي نحن نتحدث عن ما هو أنجز على أرض الواقع عملا وفعلا، ونتحدث أيضا عن الخلل وأوجه القصور والصعوبات والتحديات التي واجهت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نتمنى في قادم الأيام أن يكون هنالك متابعة حثيثة ومتابعة دورية وتنسيق مشترك وتشبيك مشترك حول ما يخدم قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بمناسبة يوم المرأة العالمي، جلالة الملك عبد الله الثاني يحيي النشميات الأردنيات في كل موقع يخدمنا فيه. كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية تقيم قداسة أحد الأرثوذكسية. كنيسة الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم تنظم مسيرة توبة في شوارع القدس. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.